وجاءني طالب. قلت كيف يعني هذه الدروس دروسك تصور وكذا بالفيديو؟ قلت يا أخي في فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال لا حرام. قلت أعطني جوالك. قال ليش؟ قلت أشوف هل فيه أشياء فيديو. قال مليان. قلت لو كانت حرام صحيح الأصل تمتنع أنت أولا ثم بعد تنكر عليه ثم ماذا محاضرات؟ قال لا تفحيط والله صدق وأشياء كذا. قلت الحمد لله. طيب